سجل المدافع المغربي شادي رياض حضوره في تدريب الفريق الأول لبرشلونة استعدادا لملاقات سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وقرر مدرب برشلونة تشافي إرنانديز استدعاء 6 لاعبين من الفريق الثاني للمشاركة في التدريب وتغطية الغيابات بسبب الإصابات، وكان من بينهم شادي رياض. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن المغربي البالغ من العمر 19 سنة يملك حدودا أوفر للتواجد في قائمة برشلونة ضد سيلتا فيغو إلى جانب زميله مارك كاسادو، وتقام مباراة برشلونة وضيفه سيلتا فيغو على أرضية ملعب الكامب نو بعد غد الأحد لحساب الجولة 8 من الليغا. وظهر شادي رياض بمستوى جيد مع الفريق الثاني لبرشلونة، وقد ينال فرصة اللعب مع الفريق الأول بسبب الإصابات التي لحقت بالمدافعين، كان آخرهم الدنماركي أندرياس كريستنسن. يذكر أن نادي برشلونة جدد عقد شادي رياض في يوليو الماضي إلى غاية 2024، وذلك بطلب من إدارته التقنية بمن فيهم المدرب تشافي إرنانديز الذي رفض خروجه معارا إلى أوساسونا بسبب إمكانيات استدعائه لسد الفراغ الذي ستتركه إصابات بعض المدافعين على مدار الموسم الحالي.